توفو حضرت لكم اليوم كغاتا سلق بالبطاطا مقليه. يعني هذا الكغاتا بزاف خفيف وما يديلكمش الوقت بزاف، ما نطولش عليكم، روحوا قبالة كيفيه التحضير. هنايا حطيت السلق في المقله، كنت قطعته وشللته مليح وحطيته وضفت له شويه تاع الزيت وسنه تاع الثوم، يعني الثوم راح تعطي لها قوه بزاف بنين. نضيف عليه شويه تاع الملح، ما تكثروش بزاف، ونضيف لها فلفل اسود ونخلط. كما تعرفوا السلق ما عندوش جهد بزاف في الطياب، بالخف يطيب ويطلق روحه. وراح نشف كامل من هذاك الماء تاعو. نخلي هكذا حوالي دقيقتين ونطفي عليه. وبالنسبه للكريمه، هنايا عندي 6 قطع جبن ابيض. هنايا استعملت لافاش كيغي، نزيد نضيف 2 حبات تاع البيض. نزيد نضيف تقريبا نص كاس تاع الحليب. نزيد نضيف نص كاس لاكريم فريش. واللي ما تحبش لاكريم فريش عادي ما تقدرش تضيفها. نزيد نضيف شويه تاع الملح وشويه فلفل اسود. نخلطهم بسباتول مليح. هاي ليك بعد ما خلطها. الان نجيب السلق، وكنت لهنايا قليت بطاطا مقليه كما راكم تشوفوا، قطعتها مكعبات صغار. نضيفهم كامل الخليط، وكنت ضفت لهنايا الزيتون الاخضر. هكذا يا خلطهم مليح. الان نجيب بلا، هاولي قلت لهنا دهنتو بالزبده بلغ الخليط. بسم الله. في الاخير نضيف لها الشيدر. هاوليك بعد ما كملت الكغاتا كما كنتو شفتو، ساهل وخفيف وما يديلكمش الوقت بزاف. الان دخلوا للفرن على درجه 180. اللي ما عندهاش الفوق ليش على من الفوق والتحت، تشعلوا من تحتها، خلي حوالي 3 دقائق من بعد تشعلوا من الفوق بس ما يذوب لنا هذايا الجبن. هاوليك بعد ما طاب كنت خرجتو لهنايا من الكوشه، شوفوا ما شاء الله، يعني من الداخل راح يجيكم مشمخ. هذيك الكريمه راح تعطي له قو بزاف بنين، شوفوا ما شاء الله. هاولي كما قلت لكم يجيكم مشمخ.
ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير، ونتمنى تجربوا هذايا الكغاتا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. في الاخير نقول لكم سلام وتهلاو في روحكم.